بسيط، في الهفوف والإحساء، هي الهفوف ولا الإحساء؟ الإحساء زي الإحساء، لما تقول الإحساء زي تقول الجزيرة، مدني الجزيرة، الهفوف الإحساء، يعني الإحساء منطقة بتضم كمية من بتضم الهفوف المبرز، مناطق كثيرة تبع الإحساء محافظة. طيب ما تحكي لنا عن المدينة دي ذاتها، يعني مدينة كبيرة، مدينة الهفوف أو منطقة الإحساء منطقة كبيرة، يعني ممكن تكون قدر ولاية الجزيرة وممكن تكون أكبر من ولاية الجزيرة، وفيها مدن كثيرة طبعا معروفة. منطقة الإحساء منطقة مشهورة بالنخل وبالتمر وأهل الحسا، يعني لهم معزة خاصة عندنا لأنهم ناس يعني فيهم العادات والتقاليد والطيبة، ناس يعني تعايشنا معاهم، ناس راغيين جدا وحبيناهم وحبونا منطقة الحسا، وحتى الآن متضايقين حتى داين نرجع 200 الحسا، يعني كأننا قاعدين جينا الخرطوم وداين نرجع سينجا، ما مستحملين. نعم أيوة، تأثرنا بالمنطقة. جميل. طبعا